نهنئكم أولا على دخول هذه العشر، وأننا بفضل الله عز وجل أدركناها. احرص عليها ألا تفوتك فيها صلاة واحدة، لا تفوت صلاة، ابدأ من الليلة، اعزم. الذي لم يصلي العشاء إلى الآن فليصلي صلاة الفجر، صليها في وقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، 10 أيام لا تضيع صلاة واحدة فيها بخشوعها وأركانها وواجباتها. وإن كنت ممن وجبت عليهم صلاة الجماعة فأدها في جماعة وأدرك تكبيرة الإحرام. صل النوافل، الرواتب 12 ركعة، صلاة الضحى، صلاة الوتر، صل شيئا من الليل في كل ليلة، لا تنم إلا ببضع ركعات. والله ما من أيام تصلي فيها قيام الليل مثل هذه الأيام، ما من أيام تصلي فيها الضحى مثل هذه الأيام، ما من أيام تصلي فيها الوتر مثل هذه الأيام. احرص على الصلاة واجباتها وسننها. 2، ما رأيك أن تصوم 9 كلها؟ ما قلت 10، لأن اليوم 10 يوم العيد ينهى عن الصيام فيه، فإن كنت حاجا جاز لك 8، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وهذه الأيام النهار فيها قصير، وما يشعر الإنسان ربما فينا لا بجوع ولا عطش. صيام هذه الأيام لا كغيرها من الأيام، احرص على الصوم فإنه لا مثل له. ما رأيك هذه الأيام أن تكثر من الصدقات، تذهب كل يوم إلى فقير أو إلى صندوق للزكاة والصدقات، أو تعمل بعض المشاريع الخيرية في هذه الأيام. من كان عنده نية يحفر بئر لله فليحفر هذه الأيام، من كان عنده نية أن يبني مسجدا فليفعل، أن يكفل يتيما فليفعل. كل نيتك في عمل الخير اجعلها في هذه الأيام، لأنها الأجور تتضاعف. حسنة هذه الأيام لا كغيرها من الحسنات، وأعظم الصدقات أن تنحر لله عز وجل، الأضحية أن تقدمها لله يوم العيد. ومن نوى أن يضحي لله فليمسك من الآن عن شعره وعن ظفره. ومن الأعمال الصالحة التي تقضي فيها وقتك هذه الأيام ذكر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، أكثر من الذكر والتسبيح والاستغفار. وكلما صار لسانك رطبا بذكر الله كلما ارتفعت الدرجات عند الله، خصوصا هذه الأيام يا جماعة. لسانك لا تشغله بأي شيء، حتى الرسائل أو الإيميلات، هذه الأيام اجعلها في الذكر، ولا ذكر الله أكبر. سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احرص يا أخي الحبيب على قراءة القرآن هذه الأيام، ترى سهل تختم القرآن 10 أيام، والله سهل، كل يوم 3 أجزاء ولا شيء. واللي لم يحج هذه السنة فليحرص على أن يصوم يوم عرفة، فإنه من صام يوم عرفة كفر الله عنه 2 سنين، سنة ماضية وسنة مقبلة. أرأيتم إلى الأجور، إلى الخيرات، بر الوالدين، عيادة المرضى، اتباع الجنازة، صلة الأرحام، الكلمة الطيبة، أي عمل صالح في هذه الأيام لا تبخل على نفسك فيها. أما أولئك الذين يريدون أن يضيعوا هذه الأيام بإعلانات عن حفلات أغاني، للأسف من الآن يستعدون لها، أو سفرات محرمة لا ترضي الله عز وجل، لم يستفيدوا حتى من هذه الفرص.